اكتر ثلاث منتخبات ظهورا في المربع الذهبي في تاريخ البطوله؟ اديني اختيارات. طيب هما ثلاثة اجابات ودفاع. اكتر فريق وصل للسيما فاينل؟ اكتر فريق ظهر في الاربعة الاول. طب اديني اختيارات. مصر ولا نيجيريا ولا غانا؟ مصر. مظبوط. هداف مصر في امم افريقيا وجاب كام جول؟ في امم افريقيا بس ولا في بشكل عام؟ هداف تاريخي في كاس امم افريقيا. طب اديني اختيارات. اوكي، حسام حسن ولا حسن الشاذلي؟ حسن. حسن الشاذلي. كام جول؟ لا معرفش الحقيقة. 12 ولا 13؟ اعتقد 12. سنة 98 في حد تقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع حسام حسن. بيني مكارسي. صح. مين مدرب مصر في بطولة 86؟ مايكل سميث. وكابتن شحتة الله يرحمه وكابتن حسن مختار كان كذا فن. في تاريخ البطولة في ثلاث منتخبات بس احتفظوا بكأس أمم أفريقيا. مين هم؟ مصر، غانا اعتقد، كاميرون اعتقد. مين خد جائزة أحسن لاعب في كأس أمم أفريقيا 2008؟ 2008 اختيارات. طيب حسني عبد ربه، محمد أبو تريكة، محمد زيدان. أبو تريكة. حسني. حسني. مين أول مسجل لهدف في تاريخ البطولة؟ أول هدف تسجل في تاريخ البطولة ده في الخمسينات. 57. لا اديني اختيارات. طيب رأفت عطية، ديبة، صالح سليم. الديبة. للأسف رأفت عطية. رأفت عطية. الديبة كل الأجواج يا جماعة رأفت عطية على طول. مين المدرب الوحيد في التاريخ اللي خد بطولة اليورو وبطولة أمم أفريقيا؟ فرنسا. مدرب منتخب تونس ومنتخب فرنسا. روجي. قولي. روجي لومير. روجي لومير صح. أكتر لاعب شارك في عدد نسخ مختلفة من بطولة كأس أمم أفريقيا؟ حسام حسن طبعا. لا. مال. أحمد حسن وجوبير سونج 8 نسخ. إمتى البطولة بقت 16 فريق لأول مرة في تاريخها؟ لا مش فاكر. 94، 96، 98. 98. 96. 96 كان 16 فريق؟